35 مليون او 30 مليون بيستجيبوا في 3 دقائق ل 3 دقائق و40 ثانيه بنداء يصدر من قائد الجيش عبد الفتاح السيسي. ده معناه ايه؟ معناه ان هذا الرجل قد راهن على شعبيه الجيش وعلى مصداقيته وعلى صدقه وعلى هذا التواصل الهائل بينه وبين الناس. كان اختبار وامتحان في منتهى العنف. ليه؟ العنف النفسي. ليه؟ لانه معقوله تراهن كده باللي حصل في 30 يونيو؟ خلاص انت كسبت كل اللي على الترابيزه، تقوم حاطط كل فلوسك تاني على الترابيزه؟ قال بايه ده يا اخي؟ ده انت بنوف يا سيسي. حبيش سيسي يعني مفيش منوفي بيقام رقبه كده بكل رصيده. معاه رصيد 33 مليون مصري فيراهن عليهم تاني، وادي ال 33 مليون اهو وروني بقى. ده معناه قلب ايه ده؟ ورؤيه ايه؟ ومعرفه ايه؟ وادراك ايه؟ دقيق جدا. ف 48 ساعة، طب ادي نفسك حتى فرصة للحشد، للتعبئة، للتحريض زي ما بيقولوا، للدعوة، أي حاجة. لا، وقت رهيب يعني، مش حتى ما تقدرش تقول 48 ساعة، تقدر تقول 36 ساعة مثلا. يبقى الاستجابة بقى معناها ايه؟ اولا خلينا نشوف شكلها ايه. شكلها مرة أخرى لما بنتكلم عن المشاركة الشعبية والثورة الشعبية يبقى بنتكلم على كل قطاعات مصر، يبقى بنتكلم على كل مساحة مصر الجغرافية.